أسعد الله أوقاتكم كل خير. تقريرنا اليوم عن زيارة حديقة الحيوانات المخصصة للأطفال كنيس كندرزو. بسم الله. حديقة كندرزو تقع في منطقة رابرزفيل على ضفاف بحيرة أوبر بالقرب من بحيرة زيورخ، وتبعد عن مدينة زيورخ حوالي 41 كيلومتر وعن لوسيرن 64 كيلومتر. الواحد ممكن يوصل للمكان بسهولة بالسيارة، وفي مواقف مجانية عند الحديقة، واللي حيستخدم النقل العام في محطة قطارات تبعد 500 متر عن الحديقة. خلينا ناخذ بعض المعلومات الهامة قبل أن نبدأ الزيارة. طبعا هي عبارة عن حديقة حيوانات موجهة للأطفال. سعر الدخول للأطفال 6 فرنك وللبالغين 19 فرنك. المدة التقريبية للزيارة من ساعتين إلى 3 ساعات. ومن الأنشطة اللي الواحد ممكن يسويها أنه يتجول في الحديقة ويتمتع بركوب الحيوانات أو طعامها، بالإضافة إلى حضور بعض عروض الحيوانات اللي يسوونها خلال اليوم. طبعا هذه منطقة المواقف اللي قدام الحديقة، والمواقف مجانية. هذا الكتيب الخاص أو البروشور الخاص بالحديقة. هنا نشوف خريطة الحديقة وأماكن الأكل وأكرمكم الله دورات المياه، وهنا كل رقم للمكان المخصص فيه. طبعا فيه اللغة الإنجليزية موجودة هنا. خلينا ناخذ جولة ونشوف أهم الحيوانات الموجودة. في حاجة جميلة في الحديقة، انهم طبعا ممنوع انه تأكل الحيوانات بأكل من عندك، لكن يبيعون هذه عبارة عن طعام للحيوانات مغلف، بحيث أن الطفل يستمتع وهو يأكل الحيوانات. برضو من التجارب الحلوة في الحديقة أنه يسمحون لك عند بعض الحيوانات الأليفة تدخل داخل المكان، بحيث أنه الطفل يتفاعل مع الحيوانات. كذا نكون انتهينا من الزيارة. حديقة حيوان تستحق الزيارة للي عنده أطفال، لأنها بصراحة ممتعة بالنسبة لهم. في أمان الله.